السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم متابعين؟ عساكم بخير يا رب العالمين. أسأل الله رب العالمين يحفظكم ويخلصنا ويخلصكم من هذا الوباء اللعين. إن شاء الله راح أنزل لكم استخارة بالقرآن الكريم خاصة للمتحيرين على أمر ما، أو متحيرين على شغلة ما، إنه الشغلة تصير أو ما تصير. إذا شغلة ببالك أو ببالك إنه تردين تعرفيها تصير أو ما تصير، أو مثلا أكو شي ببالك أو ببالك متحيرة بي، تردين تسوي أو ما تردين تسوي، أو تريد تسوي أو ما تريد. يعني هاي الاستخارة خاصة للحيرة في أمر. إن شاء الله راح تكون على شيء، يعني صورتين موجودات قبالكم او رقمين تختارون وحده من عندهم، تخلون نيتكم وطاقتكم على وحده، اما تختار رقم او تختار صوره من القران وحده من عندهم، وان شاء الله راح وراها تسمع اللي يطلع لك. كل ما عليكم اطلب من عندكم، اللي ما مشترك بالقناه تشترك قناتي فضلا وليس امرا، وتفعل الجرس حتى تعرف انه شنو الشيء اللي انزله يجيك اشعار بي، وانطي لايك للفيديو بلا زحمة عليكم. ان شاء الله اريد القناة تكبر بيكم، يا ريت يا ريت تسوون مشاركات للفيديو اللي انزله حتى تكبر القناة، واي احد يسمع الاستخارة باي يعني فيديو انزله باي وقت وباي ساعة انت امشي بي. حتى لو مثلا انا منزلة استخارات مثلا قديمة بكذا شهر او مثلا من زمان، انت امشي بيها بالساعة اللي تسمع بيها، نفس الساعة مثلا. يعني انا منزلة مثلا قبل شهر او قبل شهرين، وانت سمعتها مثلا اليوم استوك او بعد اشهر، فانت امشي بيها من اليوم والساعة اللي انت سمعت بيها، انوي وامشي بيها ويتحقق كل شيء اللي تسمعه ان شاء الله. يعني مو عبالكم انه هاي الاستخارات تكون قديمة ومو بالحسبان، لا بالعكس، باي وقت تسمع بي الاستخارة مالتك هي ماشية وعون الله. هسه تصلون على محمد وآل محمد، وإن شاء الله تحددون وتختارون صورة أو رقم من اللي قبالكم، ونشوف شنو اللي يطلع لكم. اللهم صلي على محمد وآل محمد. هسه ناخذ نستخار للي رقم واحد واللي اختاروا الصورة رقم واحد، للي عندهم حيرة في أمر واللي متحيرين في أمر ما. مثلا إذا عندك شيء تريد تسوي متردد بي، أو أنت مترددة بي، تريدين تشوفين من صالحك أو لا، زين أو لا، مثلا تسوي هذا الشيء يعني بي مصلحة إلك بي خير إلك أو لا. أصحاب القراءة الأولى يقول لك يعني بالاستخارة مكتوب بالقرآن اتوكل على رب العالمين وامشي باللي انت تريده، هاي شغلتك زينة امشي بيها وتحصل بيها نتيجة بالرغم من شنو. بالرغم اذا انت عندك حاجة يم شخص، هذا الشخص يعني شوية متعب درجة، او مثلا اذا حاجتك يم احد هذا شوية صعب وعنيد، بس ما يخالف، انت هاي شغلتك تحصلها. هاي الاغلبية منكم اذا مثلا يريد شي من احد او يريد يروح من احد ومتردد وخايف تصير يحصلها او ما يحصلها، وهكذا كل الاحوال تصير، كل الاحوال تصير ان شاء الله. الحمد لله والشكر، خيرتك بيها تسهيل ويسر بعون الله. اكو من عندكم الأغلبية من عندكم أكو راح تصير بيها فد مساومة، مثلا يعني يقول لك أني شغلتك مثلا أما بيها فلوس أو بيها شيء متبادل، مثلا يعني يقول لك
انا اعطيك اللي تريده او اسوي لك حاجتك، بس اريد مقابلها شيء. فاعتقد هو مبلغ او هيك شيء، يعني مقابل مادي اغلبيتكم اللي طلع بيها. بس بكل الاحوال انت يلي نويت انه متردد على شيء تسويه، لو لا بيها مصلحة إلك أو لا، والله العظيم خيرتك كل الزينة، وتقول لك امشي بطريقك. وأغلبكم وياكم أحد، مو وحدكم راح تسوون هذا الشيء، وياكم أحد مساندكم، وإن شاء الله منصورين بعون الله. هذا الشخص متعاون مساعد خدوم مصلحتك، يحب لك الخير، قلبه عليك، فالله يوفقه إن شاء الله. وأغلبيتكم عندكم روح المكان، يعني أغلبكم عندكم روح المكان. خلينا نشوف شنو اللي يقول لك يا أصحاب القراءة الأولى. خلي نشوف آخر شيء القرآن شنو اللي يقول لك. يقول لك انه هسه انت جايك خبر قريب باذن الله، باذن الله خبر بخصوص هذا الموضوع مالتك، بخصوص هاي النية مالتك. عندك خبر خلال هاي الايام، هاي الفترة اللي جاية، هذا الخبر راح ياكد لك بصورة تامة هذا الشيء زين من صالحك، ولا تتردد تسويه. راح يكون عندك يقين تام، وراح تتقوى وتصير عندك إرادة كلش قوية تثبت لك انه انت لازم تسوي هذا الشيء من صالحك، وبيه نتائج لك زينة مرضية. فلا تخاف، سويه وبعون الله، يعني تقطع التردد والشك بهاي ان شاء الله الاستخارة، اتوكل على الله سويها، وان شاء الله بيها مصلحة وخير لك. هسه نشوف للي متحيرين، اصحاب القراءة الاولى للي متحيرين بهذا الامر اللي ببالهم. هسه احنا قلنا للي يردون يسوون شيء مترددين بيه يسوونه، لو لا في شغل الافعال بيها فعل انه يريد يسويها. لا هسه نريد نعرف اللي متحيرين بشغلة مالتهم تصير، لو لا مثلا عندهم اشغال مثلا في الدنيا، مثلا في حالة اذا بنية متقدمين لها اشخاص، شخص مثلا معين هذا الزواج يتم، او مثلا عندها ببالها شخص يجي او لا يتقدم لها او لا، او مثلا شخص منتظر في شغله معينه بباله انه هي تصير بخير وسلامه او لا. هل نشوف لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للبنات اللي متقدم لهم شخص ومثلا حكوا بيها مثلا وراحوا، فتريد تعرف انه يرجعون، اكو امل تصير ان شاء الله، اكو امل، لا تخافين، اكو رجعة واكو اتمام بموضوع الخطوبة والزواج تصير. في حالة اذا اكو بنات يعني مرتبطات او شيء منتظرة شخص يتقدم لها او شيء، هذا الشخص ابعون الله يجي. اغلبكم اكو مشاكل تصير بين الشركاء، بين اثنين مشاكل، بس هاي المشكله راح تولد حسب للموضوع، تولد الخطوبه، يعني طخ بباله يريد يجي يتقدم هيك زين. بس هو اغلبكم اللي مرتبطين هذا الشريك صعب وعنيد متعصب، ويعني عنده كلمته وحده وراسه ناشف مع الأسف يعني، بس انتي متحملته ورغبت له ورايته بهذا الشيء، فلا تخافون. وان شاء الله هاي اغلبكم اللي نووا على شيء انه هذا الشيء يتحقق او لا، اصبر قليل، فترة قليلة، بكل مجالات الحياة. انا ما خصصت انه بس منتظرين خطوبة او للي مرتبطين انه خطيب هيجي او حبيب هيجي يتقدم او لا، جاي احكي بصورة عامة للي انت شغلة، شنو اللي انت شغلتك ببالك منتظرها تصير او لا، اللي منتظر تعيين، اللي منتظر بيت، اللي منتظر مبلغ يجي، اللي منتظر يعني اي شيء زين، متحير ها تصير لو لا، اكو لا هيك شيء، هاي للحيرة، لقطع الشك والحيرة والتفكير الزايد. صدقوني والله انتو اصحاب القراءة الاولى نيتكم حلوة او صافية، بس يعني مو بعيدة، ابد مو بعيدة، كلش قريبة شغلتكم الصير.
بنشوف الرسالة القرآنية لكم، هذا للي متحيرين بالشغلة مالتكم تصير لو لا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اكو من عندكم انه لازمين ادعية خاصة، ختمات، ما اعرف قسم من البنات متوجهين الامام او ائمة معينين وطالبين من عنده انه هاي انت شغلتك ودعائك مستجاب بعون الله، وما هي الا ايام قليلة. واكو من عندكم ساعات، اكو من عندكم فترة كلش كلش قليلة، انه هذا الشيء صاير وحتمي. زين، اغلبكم اكو شغلات، يعني مثلا مع انه هي هاي بيها ضرر إله، متعبة إله، متعبة. مثلا يجوز واحد منتظر وظيفة بس هي متعبة إله بس يحصلها. زين، اكو من عندكم منتظرة شخص يتقدم له بس هذا يتعب حياته ويتعبها بس هي تريده وتصير. فشغلات مثلا اذا ابشركم بها وتصير مو كلها بيها سعادة وراحة لكم، اغلبيتكم انه بيها تعب لكم، تصير بيها تعب لكم. الشغلة اللي متردد بيها ها اسويها او لا ما يخالف، اوكي تصير، بس هم اغلبيتكم، اغلب عند عشان هاي قراءة عامة. زين، انه تصير وتروح وتسويها وتتم بس يجوز بيها بعدين تعب لك. فانت هاي قراءة عامة لأن طاقاتكم مثلا تجي على هاي الاختيار. أغلبكم زينة ومريحة إلى، وأغلبكم لا تصير بس بها تعب. أغلبيتكم إنه هاي الشغلة اللي متحير بيها تصير أو لا، إن شاء الله تتم بخير والسلامة وكل شي ماكو تمام. وأغلبكم تصير وتتم بس شنو بها تعب إلكم. بس بكل الأحوال هذا لقطع الشك واليقين إنه هي إن شاء الله صايرة ولا تفكر بشيء وكلش قريبة. يعني الحلو بهذا هاي الاستخارة المدة القريبة بيها، ما طلع إنه هوال، بس اللي طلع تعبانين أغلبكم. يعني أنا هذا الشيء راح أحكي زايد من عندي لأن إحنا قلنا استخارة فقط للمتحيرين بأمر معين، بس هسه اللي هاي طلع انه انتم تعبانين مظلومين وكلش على توتر زايد، يعني على اخركم عايشين توتر ماكلكم القلق والخوف والتردد بهاي الفتره. كان هذا الموضوع عوني اني نويت عليها واللي انت رديته، او انت بصوره عامه هاي حياتك هيجي انت تعب تعب، كانه انت متقيد، كانه انت محبوس، كانه انت مسلوبه منك حريتك. وأسأل رب العالمين يحقق كل أحلامكم أمنياتكم ويوفقكم ويعطيكم الراحة البال والسعادة بحق محمد وآل محمد يا أصحاب القراءة الأولى. وشكرا لأن أنتم سمعتون، وإذا تردون تبقون تسمعون القراءة الثانية تنون عليها على غير شيء عادي، أهلا وسهلا بكم وعلى رأسي. هاي كانت نهاية القراءة الأولى. هسه نجي نشوف أصحاب القراءة الثانية اللي عندهم أمر معين يردون يعرفونه يسوونه أو لا، أو يتوكلون به أو مو زين إلهم، واللي عندهم متحيرين بشي ومنتظرين شغلة تصير أو لا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اختاروا، خلوا نيتكم يا أصحاب القراءة الثانية وطاقاتكم، خلينا نشوف. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا أصحاب القراءة الثانية، أنتم من اللي هاي الشغلة اللي أنتم تردون تسووها أكو بيها عارض صاير، يعني أو شون يعني العارض، مثلا واحد عارض لكم بيها قال لكم لا دير بالكم مو زين لكم، مثلا أشخاص منكم وبيكم إذا أهل أصدقاء ما أعرف شنو أنت وين طارح موضوعك قدام منه قال لك لا دير بالك ترى هاي مو زينة لك، والله تفشل، والله ما تصير، والله ما تحصلها، هذه يسمونه عارض لك بيها. زين، انتظر يقول لك مثلا اصبر عليها. انت صحيح مثلا غيروا تفكيرك، غيروا مسرة تفكيرك بهذا الامر، بس انت والله يعني اخروك بالخالي بلاش، اخروك على شيء حرامات. شغلتك اول شيء سهله او بسيطه وما يحتاج لها كل هذا الخوف والقلق والانتظار، وانت حقك صح خاف تريد واحد ينطيك كلمة يساعدك تشور أحد
وينطيك رأيه. اكو من عندهم اللي استعانيت بيهم واللي اخذت رأيهم ما عندهم معلومات عن هذا الشيء، او ما عندهم خبرة بهذا الموضوع اللي انت طرحته، مجرد انه هم يخافون عليك قالوا لك لا ما تصير. بس هي والله العظيم ثق بالله واعتقد، او اعتقدي يا عيني، شغلتك او شغلتك حرامات اخرتيها صايرة، او حرامات اخرتها ان شاء الله بعون الله تصير اذا بيها مجال وبيها اكو وقت تسويها. اذا راحت عليك راحت بعد خلص، هاي بعد انت سمعت كلمة واحد وراحت عليك، ومع الاسف ما صار. بس انت اذا ما مسويها، ترى هي لو مسويها وماشي بيها كان صايرة، بس لو ما هذول اللي اخذت رأيهم اللي عارضوك بيها، مع الاسف توقفت وما حصلتها وراحت عليك. هسه اذا عندك مجال بشي فوق ما انه، مع انه سامع كلام بيتردد وحيرة، وسامع كلام انه ما اخذ رأي احد وعارض لك بيها، لا ما لك علاقة بيها، انا اقول لك امشي بيها. خيرتك تقول لك ما عليك، انت ناجي، انت تصير تحصلها هاي شغلتك بكل الاحوال، امشي بيها، اسعى اسعى وسهلة وما بيها كل تعب. بكل الأحوال انت راح تسوي هذا الشيء وحدك ان شاء الله. تحتاج اكو من عندكم يحتاج دعم مادي لهاي الشغلة مالتك، شوية بيها يعني صعوبة اذا انت بعدك يعني ما واقف على حيلك ورجليك تمام، تحتاج الدعم والهاي. استعين بالمادة، استعين بأحد ينطيك، بس دير بالك يعني إذا تفتح مشروع، إذا عندك شي ما أعرف حسب نيتك أنت اللي ماخذها، دير بالك دير بالك واحسبها بدقة شغلتك، لأن إن شاء الله ماكو شي، بس يرادلها حذر يعني، لا تصرف هواية وشوية شوية امشي بشغلتك، لأن أكو أعداء لك وأنت ما عندك حظ. هي المشكلة إنه أنت ما عندك حظ. حاول تتصرف بالمبلغ اللي عندك، هي طلعت أكثر شيء على شيء مادي، حاول تتصرف بالمبلغ اللي عندك بخصوص هاي المسألة أو بخصوص هاي الشغلة بحذر وبتأني، على مود لا توقع بيها ولا تخسر اللي انت مشيت بيه وبديت بيه، لان هي شغلتك ما شاء الله ما شاء الله بيها خير ومصلحة لك. بكل الاحوال شغلتكم اكو قسم من عندهم متردد بشي مثلا يسوي او لا، انه هو عجول عجول يريد بس بسرعة يخلص من عندها ويريد يسويها. العجلة مو من صالحك، العجلة مو هيك، انه انت لازم تتأكد من هذا الشيء، الدرس اللي قدام صح زين إلك أو لا، مو بس اللي عندهم مشاريع. مثلا إذا عندك تريد مثلا تقدم على شيء تريد تسوي، مو شغلة إنه مشروع أو شغلة مثلا تقدم على وظيفة معينة وما تعرف إنه هي هاي بيها راتب زين إلك، مكانها زين ترتاح بيه أو ما ترتاح، يقبلوك حسب شهادتك حسب مدري شنو، فأنت لازم كل تدرسها اللي قدام قبل ما تبدي او تقدمها. قلت لكم كمثال على الوظيفه، بس انت شغلتك اللي ببالك اذا بيها مجال وبيها فائده لك ومصلحه لك ودارسها لقدام، توكل على الله ولا تخاف لا تخاف. خلينا نشوف القران، رساله القران لك للمترددين على عمل شيء ما. اللهم صل على محمد وال محمد. اصحاب القراءه الثانيه، اكو اشخاص راح يجونك هم اللي يطرحون عليك شغلات يعني، او فد شيء يسهل لك هاي المهمة. انت تريد تسوي شيء ومتردد بيه، اكو ناس مثلا اما تصير صدفة يحجون قدامك بخصوص موضوعك ويسووا لك واحد ويسويها، او مثلا انت حاجي من زمان وشي النسى وراح وراح يفتحونه مرة ثانية وشغلتك راح تصير بيها. هي الصدفة راح تلعب دور هسه حاليا بهذا موضوعك، هاي الصدفة حلوة راح تصير إلك وراح تصير شغلتك بعون الله أو تصير شغلتك زين. فرحت والله العظيم، لأن أنتوا صدق صدق حيرة واقعين أنتوا أصحاب القراءة الثانية، يعني راح الله يخلصكم وينجيكم ويخلصكم من هاي الحيرة
التفكير بهذا الأمر اللي أكل راسكم، اللي ما بخليكم تشوفون دربكم. ثقوا واعتقدوا بالله، إن شاء الله هذول الأشخاص مجموعة قلبهم عليك، يحبونك، راح يقولوا لك، يساعدوك أقل شيء بالأفكار، مو إلا بالمجهود، بالفكر، بالأفكار يساعدونك. ها إيه سويها، ليش ما تروح لهذا المكان، ليش ما تروح لهذا الفلاني يسهل لك إياه. فأكو فد شي حلو حلو، يعني حركة حلوة راح تصير إيجابية بحياتك، راح تسهل عليك هاي المهمة، وراح تتم بعون وبكل خير وسلامة إن شاء الله يا رب العالمين. هسه نجي ناخذ للمتحيرين على أمر ما، إنه مو يردون يسوون كشي فعل أو فعلي، إنه منتظرين شيء يصير لو لا. أكو شيء ببالهم منتظرين تحقيق أمنية أو تحقيق حلم أو شيء يردون يشوفون يصير لو لا. البنية اللي متقدم لها حبيبها أو شيء، عفوا، اللي مرتبطة بشخص اللي تعرفه يتقدم لها أو لا، اللي زعلانة من شخص أو من حبيبها أو أي أحد تعرف أو يعرف الشخص إنه أكو رجوع أو لا، وهكذا كل المجالات، مو بس بالنسبة لهذا الشكم أمر. خلي نشوف، اللهم صل على محمد وآل محمد. أصحاب القراءة الثانية، شوفوا عيني، تعبانين تعبانين على عيني وعلى رأسي، تعبانين بهذا الأمر. أكو من عندكم يأس، فقد الأمل بهذا الشيء إنه ما راح يصير. زين، أغلبكم للي أنتوا أخذت يعني نويتوا على هذا الشيء، إنه عندك أمر متحير يصير أو لا. هذا يقول لك اني بالبدايه انطيتك اياه، اكو شيء صار لكم اصحاب القراءه الثانيه للي انتم متحيرين هذا الشيء يصير او لا. اكو فد بوادر صارت، اكو فد شيء مع، يعني مثلا مثال 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 مثلا بنيه زعلانه ويا واحد شخص، زين، هو اكو صار رجوع نوعا ما، حكى وياها، هي سدت الطريق بوجهها، عاملته معامله مو حلوه بالبدايه، فهو تراجع رجع مره ثانيه. مو يقول لك رب العالمين انا جبته إليش، انت ليش رجعتيه مره ثانيه. اكو مثل مثال هيجي، اكو بهاي شغلتك اكو شيء صار، وانت يا اما تفائلت سوء، ما تفائلت خير، تفائلت سوء، او ما سويت يعني ما شديت حيلك بكل شيء، ولا تعبت على هذا الشيء وتمسكت بيه حتى يصير، ما تمسكت بيه فراح من ايدك. اكو فد شيء اجاك امل ضعيف وراح من ايدك، بس هو اكو بيها مجال بعد، هي شغلتك مو ما صايره ولا راح يعني انتهت، اكو شيء راح يصير، واكو هذا الشيء راح يتم، راح يرجع لك هذا الامل مره ثانيه، وراح ترجع لك مو بس فرصه، فرص دير بالك تصير ان شاء الله شغلتك، بس يراد لها فتره وقت محدد مو هوايه. أتأكد لكم أكثر أصحاب القراءة الثانية اللي نويتوا على شيء يصير لو لا، أكو من عندكم ما يصير هذا الشيء بسبب ناس، بسبب أعداء، بسبب حقودين. أغلبكم اللي عنده، اللي يعرف يعرف، أنا أكثركم أدري بكم، أنتم اللي تسمعوني هسه، منتظر شيء يصير لو لا، والله أكو من عندكم أشخاص متعمدين ومتقصدين يخربون عليكم هذا الشيء. إذا مثلا أشخاص منتظرين رجوع من أحد، او منتظرين احد يتقدم، مثل بنيه منتظره حبيبها يتقدم لها، يعني اغلبكم انتم، لان هاي قراءه عامه، اغلبكم ما تصير. ليش؟ لان اكو فد كره عليكم صاير، خبث عليكم صاير. ليش؟ اما وحده تضوج منك وراح تخربت عليك، اما واحد يضوج منك وراح خرب عليك. شوفوا منو اللي انتم تعرفوهم بس ليش مبقيهم ما ادري، ليش ما تواجهوهم وعندكم دليل وادله مو بس دليل واحد. أغلبكم القراءة الثانية ما تصير بسبب أشخاص، سبب ناس، أنتم مطعونين ومهدورين بالظهر، شوية انتبهوا على نفسكم مع الأسف. زين، بس لو تنتظر بعد فترة، لو تنتظر هم راح ينفضحون علني وشغلتك تصير، مو أني يعني هسه ذول اللي نوم على شغلة تصير ولا لا، حتى لو تصير بها عراقيل مؤقتة بس بعدين تتم تصير، من بعد ما تكتشفون الاعداء اللي دار مدايركم بخصوص هاي الشغله اللي انت متحير بيها، واللي نايم على ظهره ما يدري، ما يعرف شنو اللي يصير داير مداره. شغلتك متوقفه بسبب ناس ما يريدوا لك الخير وما يحبونك. اصحى وانتبه، انتبه، شوف اللي يصير داير مدايرك.
بالنسبة للي يعني مقلق انه طاقة للي منتظرين حامل، اغلبكم عندكم يعني البنات اللي منتظرات حمل عندكم دوسة، عندكم تابعة ما اريد اذكر اسمها لان مو زين، حاولي تراجعين سادة، تراجعين احد، لازم تشوفين نفسك تشوفين مثلا احد يخلصك من هذا الموضوع. هذا العرض كلش قوي بس هي شغلتك مطوله للحمل، بعد مو هسه تصير. هشوف رساله القران الك بالنسبه لهذا الامر مالتك المحير، يتم او اللهم صل على محمد وال محمد. اكو عندك انه انتو اللي قلت لكم راح تكتشفون الاشخاص انه هذول اللي خربوا عليك او اللي لهم ايد انه عرقلوا هاي شغلتك او النية اللي ناويها، راح يصير فد مواجهة بيناتكم، راح تعاقب وراح تحاسب اللي كان السبب. وفعلا اما انتي او انت تشجع وتتقوى، حتى رب العالمين يجوز يريد ينبهك حتى شغلتك وراها راح تصير، من ورا راح تصير المواجهة. اكو من عندكم راح يعاقب، اكو من عندكم راح يرد الضربة اللي تلقاها من هذا الشخص. زين بعد انت وحسب انت، حسب اللي انت تأذيت بيه. بس ها دير بالك يعني اكو من عندهم مؤذين ما يفوتون حالك ويأذوك، فاتقي شر من احسنت اليه. ومالك علاقة انه ما دام انت كشفت سلم بيد رب العالمين، بس انت اكتفي بهاي العبارة تقول حسبي الله ونعم الوكيل، لان شغلتك وراها صايرة، انت شغلتك وراها صايرة او انت شغلتك صايرة، ماكو داعي بعد تاخذين حقك وتسوين مؤامرات وتأدين. فعوفيها عوفي او عوفيها او عوفي لله سبحانه وتعالى. هو المجرد بس نبهك وقلش منو اللي، او نبهك قلك منو اللي خربها عليك، وانتظر شغلتك تصير وراها تتم. ثق بالله ثق بالله ثق بالله، 3 مرات شغلتك تتم. صحيح تعبت، صحيح صبري، صحيح انقهرت مني اللي اذوك منك وبيه، بس ما يخالف وراها بيها صالح إلك وبها نتيجة مرضية إلك. الحمد لله والشكر، تمت القراءة الثانية، وإن شاء الله ربي يكتب لكم البي خير والبي صالح بحق محمد وآل محمد، ويكفيكم شر الناس. أنتوا أصحاب القراءة الثانية ناسكم هواية مؤذيين، دير بالكم دير بالكم دير بالكم، مو كل اللي يضحكوا بوجهك الصدقة. ولا تسوي خير للكل، يعني انت ما تقدر ما تعرف، يعني لازم تساعد، لازم يعني مثلا اللي يجيك ينخاك على شيء ما ترده، فشوية خفف من هاي اللي انت بيها، لان يعني انطعنت بالظهر وانغدرت بما فيه الكفاية، واللي جايك بعد ألعن انت ما تدري. فاصحى على زمانك ودير بالك على نفسك وعيش نفسك، واللي احبابك اللي انت تثق بيهم بس، كلش مأمن بيهم بس. زين خليك قريب من الله سبحانه وتعالى لأن هو منجيك. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأشكركم، لا تنسون الاشتراك بالقناة مالتي هاي اللي أقل ما تقدموها اللي جاي أتعب على موتكم، جاي أنزل لكم استخارات. يا ريت يا ريت يا ريت إنه تكون وياي، تشتركون بالقناة، تتفاعلون بيها وتسوون مشاركات وتضيفون اعداد هواي، يا ريت يا ريت يعني تساعدوني بهاي الامر لان قناتي جديده. وان شاء الله اني ما ابخل عنكم بشي ولا اقصر عنكم بشي، شاهد الله. استاذن مع الف سلامه، وان شاء الله انتظروني بكل شيء جديد.